بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله كل المخلوقات. ربنا علمنا كيف نتأدب معك تمام الأدب حتى تأذننا في الدخول إلى حضرتك وحتى تزيدنا من محبتك يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من قال هذا؟ الله، لا محمد عليه السلام ولا غيره من أقوى عليهم السلام. قال كل واحد منهم جاء بالدين اللي وراه ربي، ولكن ما يعرفش نهاية العملية دي بتاع التنزيل كيف تتم. تمت على يد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شوف كل الخير اللي احنا عطاونا ربي، وكيف لا نشكره ونزداد في محبته وفي طاعته وخشيته والمجر والطمع في مغفرته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وحطوا في بالكم، مش المير تيموا فقط، الله لم يصف ذاته العلية كما وصفه في القرآن العظيم. امشي ابحث ما تبقى من التوراة والزبور والإنجيل بعد التشويهات المتتالية المتكررة، ما تلقاش حاجة إلا حاجة قليلة. لو تو بويسون، لو سينيور، ذا لورد، بعد حاجات أخرى هكا ما تقفش قدام أسماء الله الحسنى. مش اللي يذكرها في القرآن فقط، أسماء الله الحسنى ما يعرفها كان هو سبحانه وتعالى. هذا علمونا ربنا وعلمونا نبينا عليه الصلاة والسلام، علمونا كذلك الصالحين منا عبر التاريخ. تلقانا دائما كي نبتلي الله انفوكيشن، نقول له ما لا اعطينا يا ربنا اجر كل اسم سميته بنفسك واحتفظت به عندك او جعلته في كتاب من كتبك يا كريم. نسأل الله السلام والتسليم.